بسم الله الرحمن الرحيم. غراش اون فوك كنصادفوا معنا مصطفى العمراني رئيس جمعيه مدينتي. شي كلمه سي مصطفى اليوم بعد الاتفاقيه اللي توقعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الاتفاقيه اللي توقعت لنا واحد المجموعه ديال الجمعيات في العريش كيخدموا في نفس السياق، يعني كيخدموا مع الشباب في اطار مشاركه مواطنه وواحد البرنامج من تمويل الاتحاد الاوروبي. فراينا اننا نجمعوا هاد الجمعيات كاملين، ما بقاش كل واحد خدام بوحدو، جمعناهم عملنا واحد عده لقاءات وخرجنا بقرار اننا في عود لكل واحد يبقى يمشي يخدم مع البلديه بوحدو، نخدموا كاملين في اطار تنسيق في اطار واحد السينرجي. واليوم كانت الامضاء ديال الميثاق ديال التعاون ما بين هاد الجمعيات كامله اللي كتخدم في اطار مشاركه مواطنه مع المجلس الجماعي ديال العريش. شكرا سي مصطفى. شكرا لكم سيدي.